نستعب لله فاسي سلعة فاسية جودة من جد لجد. هذه سنة 30 عام 96 ايش شهرين شعبان ورمضان تنبيعوا نعم سيدي المحل وتنبيعوا الناس الجمالة تنتفعوا من الجودة والخدمة تبدأ بالخدمة بالبريوات سميتو المقروط الشبكية الرغيفة وحنا غاديين والسفوف الصعوبة هي اللي ديال هادشي ديال الكريوش هي اللي عندنا فيها الصعوبة أكثرية هادشي اللي جينا مسائل راك عارف البركة البركة كاينة البركة لأن الجودة هي اللي تجعل بنادم باش يجي يقلب على الجودة فهمتيني هذاك الشيء اللي كاين ماشي شي حاجة زايدة واحد درهم نوبة 18 19 درهم داك الشيء على حسب الجودة حنا غاديين مع الجودة أحسن جودة لأن معروفة أحسن جودة معروفة فاس من ناحيه اللذه من ناحيه الماء سميتو لان علاش من ناحيه اللذه هي القوى النفاع القرفاز الزبده داك الشيء الارواح ديال الباتيسري باش نخدموا حنا هي الصنعه ديالنا باش نخدموا باش غادي 30 عام حنا تخدموا بها بهذه الخدمه غادي بها من على حسب الكليير باش يجي تيسب الجوده السلعه كاينه ماشي ما كايناش موجوده في طنجه بعض الناس تقلب على الجوده دابا ولات تقلب على الجوده ايوا دابا حنايا ولفنا هنايا لان الناس علاش تجيو على حسب الناس الجوده ولفوا معنا باش تجمعوا ان بالجوده جوده تيديها تيقيسها تيسيب الحاجه الجوده قلنا لهم صوموا على خير وبخير وكل شيء مزيان غير رحمه الله اسم صلاح الدين راشد تقريبا واحد 18 سنه ولا 20 سنه وانا خدام في هذا الحلوه الشباكيه الخدمة ديالنا هنا كتشوف انت دخلتي وكتشوف بعينك هادشي غير موسم هذا كتشوف انت كتشوف كلشي هذا غير موسم حنا كنخدمو غير شعبان رمضان وكنمشيو في حالنا هاد الناس حنايا كنخدمو معاهم هادو هنايا كنلقيت انا خير طلعت معاهم انا خدمت معاهم تقريبا واحد 18 عام ولا 12 عام هنا خدام مع هاد الناس هنا لقيتهم خدامين هنايا خدامين جودة فاسا شادين مع الناس الناس شادة فيهم هما شادين فيهم هادشي علاش كيطلعو هما يخدمو هنايا وكيسبقو على هادشي ولا هادا تي هما السلعة موجودة فيما مشيت الخير موجود ماشي غير ماشي غير هنا ماشي غير بلاد أخرى ماشي غير كدا ماشي السر من مور هادشي كامل السر هو القوام هو القوام ولا خدمتي شي حاجة بنيتك هما الخير راه موجود فيما مشيتي كاين فهمتيني ولا راه الخير موجود فيما مشيتي ولكن السر المهنة هو كلشي هو القوام ولا كان شي نقا ولا كان شي معقول هذا هو سر المهنة